بسم الله الرحمن الرحيم. متابعو قناة مأتم المرخ، تابعونا عبر برنامج المنبر. خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك نتطرق خلاله إلى كثير من المواضيع الفقهية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية، منها هجرة القرآن، منها التنمر الإلكتروني والتنمر المدرسي، منها القضية الاجتماعية بعنوان كارثية الطلاق. نترقب أسئلتكم بعد كل محاضرة عبر واتساب ماتم المرخ، كما نترقب إجاباتكم على أسئلة المسابقة عبر الإنستغرام. برنامج المنبر يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة مأتم المرخ في الأوقات التالية.